نتحول برادار الأخبار إلى الأزمة الأوكرانية، حيث وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الوضع في أوكرانيا بالخطر، داعيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الاختيار بين التصعيد والدبلوماسية. وأكد لودريان أن الدول الغربية بحثت عقوبات اقتصادية ومالية موجعة لروسيا في حال غزوها أوكرانيا. وقال لودريان إن هناك بعض التقدم في المشاورات مع الروس في إطار رباعية النورماندي، مؤكدا أن القضية هي الحفاظ على أمن أوروبا بالتعاون مع واشنطن. بدوره شدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي على أن بلاده لن تفرط في أي جزء من أراضيها، لافتا إلى تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد وأيضا تطوير الجيش. هذه ليست أول مرة نشهد فيها تصعيدا، لذا نعلم جيدا ما الذي يجب فعله لحماية بلدنا. فبعد فقداننا لجزء من أراضينا على يد المستعمر، عملنا على تعزيز قدراتنا الدفاعية وتطوير جيشنا. لا أستطيع الكشف حاليا عما نسقنا بشأنه مع باقي الدول وحجم الدعم الذي سنحصل عليه منها، لكن المهم هو أن الأسلحة التي قد نحصل عليها هي فقط للدفاع عن أنفسنا. صحيح أننا نسعى لتحقيق السلام من خلال الدبلوماسية، لكننا لن نفرط في أي جزء من أراضي بلادنا. من جهته أكد رئيس الوزراء الهولندي من كييف أن التنسيق جار حاليا بين الجانبين الأوروبي والأمريكي لفرض حزمة عقوبات على روسيا في حال شنها هجوما على كييف. أتمنى أن تؤدي مبادرات الحوار إلى حلول، لكن إذا لم يتحقق الأمر فموقفنا واضح. أي اعتداء ضد أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة للغاية، والتنسيق جار حاليا بين أوروبا والولايات المتحدة لفرض حزمة عقوبات ثقيلة على روسيا. من جهتنا سنواصل دعم كييف قدر المستطاع، ويشمل ذلك مساعدتها على التصدي لأي هجوم سيبراني. ومع استمرار التوتر بشأن الأزمة الأوكرانية، أجرت القوات الروسية والبيلاروسية تدريبات قتالية مشتركة قرب الحدود مع بيلاروسيا، واستخدمت في التدريبات المدافع الآلية والثقيلة والصواريخ المضادة للدبابات، وكذلك الدبابات وناقلات الجند المدرعة والمروحيات. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن التدريبات تهدف للتمرن على العمليات الدفاعية والتصدي للجماعات المسلحة غير الشرعية. للاقتراب من التفاصيل ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف مفدنا نضال كناعنة، ومن الحدود الروسية الأوكرانية مراسلتنا أريج محمد. أبدأ معك في البداية نضال، يعني بداية، كيف يتابع الشارع الأوكراني تفاصيل ما يجري من الحشد العسكري واحتمالات الغزو الروسي لبلاده؟ نعم عمليا فيصل، الشارع الأوكراني يتابع بكثير من القلق كل ما يجري من جهة الحشودات العسكرية وأيضا أي تطورات دبلوماسية. هنالك قلق في الشارع الأوكراني إن صح القول، لكننا لا نرى مشاهد الذعر، عفوا لا نرى مشاهد الذعر في الشارع الأوكراني، خاصة مع كل الحديث عن الحرب. الرئاسة الأوكرانية، المسؤولون الأوكرانيون يحاولون طمأنة الشارع الأوكراني. هنالك بعض التقارير تفيد بأن بعض المواطنين الأوكرانيين مما يملكون جنسيات أخرى مثلا تركوا البلاد، لكن بالعموم الوضع شبه طبيعي في العاصمة الأوكرانية على الأقل وفق ما نشاهده هنا. هنالك بعض المخاوف، طبعا الاقتصاد الأوكراني ما زال مستقرا، وهذا يعني أن الشارع الأوكراني ما زال يؤمن بالحكومة الأوكرانية، بالاقتصاد الأوكراني. الحكومة الأوكرانية أيضا لديها بعض التخوفات من الشارع الأوكراني المنقسم. عموما لا يوجد إجماع أوكراني حول توجهات الحكومة نحو الغرب، لكن الحكومة الأوكرانية لغاية الآن مطمئنة إلى الأوضاع الداخلية. ننتقل إلى الحدود الروسية الأوكرانية معك يا ريج، يعني يستمر النفي الروسي
ويستمر الحشد الغربي ضدها على المستوى العسكري، وأيضا حديث عن حشد أو دعم لكييف عسكريا. نعم فيصل، في الواقع هذا هو الوضع على الجانب الروسي أو كما يصوره الجانب الروسي، هو يقوم بهذه التدريبات ومن بينها وفي آخرها التدريبات الروسية البيلاروسية، نظرا لكل هذا التعزيز والدعم العسكري الغربي المقدم للسلطات الأوكرانية، وأيضا هناك تعزيز ودعم ومناورات غربية في منطقة إستونيا، في منطقة بحر البلطيق القريبة أيضا من الحدود الروسية، وهو ما يقلق موسكو، بالإضافة إلى منطقة البحر الأسود التي شهدت وتشهد بين الفترة والأخرى مناورات لأساطيل في حلف شمال الأطلسي، أو بمشاركة هذه الأساطيل التي تقترب كثيرا من المياه الروسية ومن الحدود الروسية، كان آخرها اقتراب في إطار هذه المناورات لأكثر من 30 كيلومترا من الحدود الروسية، وهو كان ما أدى وحمل بالجانب الروسي لإصدار إنذارات ووصف تلك المناورات بأنها تحدي واستفزاز للجانب الروسي. إن كنا نتذكر كل هذه التحركات العسكرية موسكو لا تدرجها في إطار التهديد والوعيد للجانب الأوكراني، وإنما في إطار الردع ربما وإبراز استعداد القوات الروسية لأي تحديات يمكن أن تواجهها في المرحلة الراهنة والمقبلة. في إطار المواقف السياسية لا جديد حقيقة، هناك مواقف متكررة في إطار خشية موسكو من وقوع أي استفزازات عسكرية على يد السلطات الأوكرانية، خصوصا في ظل الدعم الذي تتلقاه والدعم الدبلوماسي والعسكري والأمني وغير ذلك، بالإضافة إلى وقوف موسكو على موقفها فيما يتعلق بأساس التسوية الأوكرانية المتمثلة في اتفاقيات مينسك، ورفض أي تحوير أو أي تأويل آخر لمتضمنات هذه الاتفاقية، خصوصا فيما يتعلق بالوضع الخاص لمناطق الانفصاليين جنوبي وشرق البلاد، ضرورة إقامة الحوار مع هؤلاء الانفصاليين، وممارسة ربما الجانب الغربي لما يمكن أن يمارسه أو قد يمارسه من ضغوطات على السلطات الأوكرانية لحملها على تنفيذ متضمنات هذه الاتفاقية. وهناك جلسة في مجلس الأمن باعتبار أن روسيا تترأس الآن أو تسلمت رئاسة هذا المجلس منذ مطلع هذا الشهر وفقا لمندوبها الدائم في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزا، جلسة في 17 فبراير مكرسة خصيصا لاستعراض الأزمة الأوكرانية من باب اتفاقيات مينسك لعام 2015. روسيا تترأس مجلس الأمن وفرنسا تترأس الاتحاد الأوروبي. أنتقل إلى باريس معك عزة غريبة، يعني فرنسا تترأس الاتحاد الأوروبي، تصريحاتها تمثل الموقف الأوروبي، كيف تلخصين الأمر؟ تماما فيصل، تمثل تصريحات فرنسا الموقف الأوروبي، وتصريحات فرنسا كانت حادة جدا، قالت بأن الوضع خطير على لسان وزير خارجيتها جان إيف لودريان، والذي قال بأنه على بوتين الاختيار بين الدبلوماسية وبين التصعيد، قال أيضا بأن كل الخيارات مطروحة على الطاولة ومن بينها العقوبات الاقتصادية والمالية التي يمكن أن تفرض على روسيا، وهو يلوح بذلك ضمنا بموضوع الغاز ونورد ستريم 2، هذا المشروع الألماني الروسي الذي يمكن أن يكون مطروحا على الطاولة أيضا كعقوبات على روسيا، ولكن من المعروف أن هذه العقوبات خصوصا اعتماد أوروبا بشكل كبير على الغاز الروسي سترتد سلبا على أوروبا، وبالتالي هناك بحث لخطوات بديلة تحرم روسيا من هذا الضغط الذي تستخدمه على الأوروبيين، وبالتالي الحصول على الغاز من أماكن أخرى. كل هذا مطروح على الطاولة، ولكن في الوقت نفسه الدبلوماسية مطروحة على الطاولة، ولذلك جان إيف لودريان سيغادر إلى رومانيا وبعد ذلك سيغادر إلى كييف ورفقة وزيرة الخارجية الألمانية، وهناك محادثات جرت هنا في باريس لرباعية النورماندي، قال لودريان بأنها قد حققت بعض التقدم. اقتربنا من تفاصيل وتطورات الأزمة الأوكرانية من باريس، كانت معنا عزة غريبة، ومن الحدود الروسية الأوكرانية أريج محمد، ومن كييف نضال كنعنة، شكرا لكم.